السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدي الاحبه في حلقه جديده من حصاد الايام وابرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الاحبه، ربما سمعنا الكثير من التحركات ازاء مكافحه الفساد واجتثاثه وتعددت الطرق بتنفيذ هاي الخطوات ضمن البرنامج الحكومي، لكن اليوم التفتت الحكومه وبعد وضع مدد زمنيه لتقييم اداء المحافظين والوزراء تحت مراقبه اللجنه المشرفه اللي شكلت بامر رئيس مجلس الوزراء الى عزل واقصاء المقصرين باداء مهامهم من المحافظين فابتدات الرحله باستبعاد محافظ الديوانيه وفقا لنتائج التقارير اللي وضعتها اللجان الرقابيه على عمل المحافظين بالتالي صفقات الفساد كانت حاضره من الجانبين المالي والاداري لذلك في حكومه الخدمات أه تؤشر سوء الاداره هي الفيصل بعزل او بقاء المسؤول بمنصبه. اما في ملفنا الثاني مشاهدي الاحبه من حصاد هذه الليله فقد عادت ارض الفيحاء ليلتئم لي أه فيها شمل الدول الخليجيه واحتضان من, من طال انتظاره من الاشقاء لاستضافه فعاليات البطوله الاهم خليجيا ومع النجاح المسجل فقد تمتد مؤثرات صناعه هذا الحدث الى مساحات ما يعرف بالدبلوماسيه الرياضيه سواء الاقليميه منها او القاريه والتعريف بالدوله المنظمه بواسطه الاعمال الاعلاميه والثقافيه المتقنه تحديدا واللي تعكس حضارتها وتاريخها وتراثها ضمن ممارسه العلاقات العامه الدوليه وتصل حد المجالات الاستثماريه والاقتصاديه وحتى الاجتماعيه لتحقيق الرخاء ونماء الثروه الوطنيه واستعمال القوى الناعمه احيانا والقوى الماديه في احيان اخرى، فالاستثمارات الرياضيه تلبي حاجات عقلانيه بعيده المدى، وفي هذا المجال لابد من استثمار الحدث العراقي وتسويقه مرئيا، سمعيا، رقميا، للتاثير في الجمهور على المستويات المتعدده، لا سيما في نطاق ممارسه العلاقات العامه الدوليه المعتمد على ثقافات متنوعه وجهود منضبطه ومهارات تعامل اكثر اتساعا وعمقا. لثقافات الجمهور وتحقيق جهود الدوله لبلوغ اهدافها المنشوده اذا مشاهدي الاحبه تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا حتى نفتح هذين الموضوعين ملفين ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام حش. الدوله مشاهدي الاحبه بعض المصادر بانه راح تجري عمليه سحب يد اربعه من المحافظين بالايام القليله المقبله وكذلك من النواب من يطالب بسحب يد محافظ ذي قار بعد محافظ الديوانيه إذ وصفوه بعدم قدرته على أداء المهام بالصورة الصحيحة فهذا الإقصاء والاستبعاد آه راح يحدد مسار التخصيصات المالية في الموازنة بالتالي يسهم بطمس الفساد في طامورة الإقصاء لألا يعاود مرة أخرى بين صفوف المسؤولين خلونا نفتح مشاهدي الحبة هذا الملف آه ونناقشه مع ضيفنا الكرام لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهش الحكومه الحاليه تفتح بين يديها ملف الفساد ومكافحته ومحاسبه المقصرين فمنذ الوهله الاولى لبدايه مهامها عرضت وبشكل علني برنامجها التي اثرته باولويات اجتثاث الفساد وما ان مرت الايام حتى امهلت الوزراء والمحافظين سقوفا زمنيه لمتابعه اعمالهم وها هي اليوم تضيق الخناق على من سولت له نفسه بالتقصير والانغماس بالفساد فحكومه الخدمات تسعى للوصول الى رؤيه اصلاحيه بعد تشكيلها اللجنه لتقييم اداء المحافظين لاحداث التغيرات لكل من يثبت عليه الخلل والاشكالات الاداريه فابتدات عاصفه التغيير تطيح بالمحافظين بسحب يد محافظ الديوانيه زهير الشعلان اولا على خلفيه اثبات صفقات فساد بحقه وفقا لنتائج اللجان المشكله مسبقا بعيدًا عن النفوذ السياسي والصراعات الحزبية بحسب تصريحات المتابعين، ووفقًا لتحركات رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني إلى تصفية صفوف المحافظين من الأداء الفاشل أو المتهاون بالمهام المناطة لهم، فإن الإقصاء جاء قبيل إقرار الموازنة العامة للبلد، فبحسب المفسرين أن الحكومة لا يمكن أن تقرر التخصيصات المالية وفق الإدارة الفاشلة أو الفاسدة لذلك تشخيص الأخطاء قبل التخصيصات المالية ضمن الموازنة تغلق الكثير من ثغرات الفساد الممكنة نهى الشمري الأيام الفضائية مجدداً حياكم الله مشاهدي الأحبة أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ مؤيد العلي المحلل السياسي أهلا بك أستاذ مؤيد ضيفاً كريماً وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ هادي جل المرعي. المحلل السياسي حياك أستاذ هادي ضيفاً كريماً ابدا مع حضرتك استاذ مؤيد نتحدث عن الانباء اللي تداولت عن اقاله اربعه محافظين او اكثر بالنتيجه نرجع الى ما اتخذ رئيس الوزراء من خطوات بإقصاء من لم تثبت جدارته هسه ما نتحدث عن الفساد وغيره ولكن من لم تثبت جدارته خلال مدة معينة سيتم إبعاده من هذه المنظومة الإدارية كيف تنظر إلى هذه المقدمات أنا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك احمد والى ضيفك العزيز استاذ هادي والى كادر مشاهدي قناة الايام الفضائية. بدءا يعني الخطوات الاخيرة لحكومة محمد الشاع السوداني فيما يتعلق بالتحرك نحو مجالس المحافظات امر مهم جدا. باعتبار ان هذه المحافظات لها صلاحيات كبيرة جدا وتصرف لها اموال لكن افعالها على ارض الواقع لا تتناسب مع لا مع هذه الصلاحيات الكبيرة الممنوحة وفق الدستور العراقي والقوانين العراقية ولا مع حجم الاموال التي تصرف لها، رأينا في محافظات معينه تحديدا بعض محافظات الوسط ومعظم محافظات الجنوب تعاني من ضعف واضح في الخدمات، رغم التخصيصات الماليه الكبيره، فأعتقد انه من الضرورات الملحه اليوم ان يتم محاسبه هؤلاء المحافظين وان يتم فتح تحقيق حقيقي الى ان ان الاموال الى اين تذهب؟ ما حدث يعني هو ليس اقاله لمحافظ الديوانيه، هو سحب يد وهو تجميد يعني تجريده من الصلاحيات. وتجميده لحين انتهاء مجالس التحقيق التي فتحت في هيئه النزاهه وغيرها باعتبار ان هناك شبهات يعني فساد كثيره جدا، انا اعتقد ان هذه الخطوات ان تمت يعني وكانت بنتائج حقيقيه وان لا تكون هناك تدخلات سياسيه من قبل جهات سياسيه يعني تدعم هذا المحافظ في هذه المحافظه او تلك المحافظه وان تكون يعني هيئه النزاهه تكمل تحقيقاتها بشكل موضوعي وحيادي وتحافظ على المال يعني المال العام، اعتقد هذا امر جيد يؤسس الى مرحله جديده. بأن تكون هناك مجالس محافظات ومحافظين يعني قادرين وأكفاء يعني يمتازون بالكفاءة الإدارية والمهنية والنزاهة، قادرين على إدارة شؤون محافظاتهم بشكل حقيقي، وننتهي من الفترة السابقة التي كنا أن نلاحظ أن هذه المناصب هي مناصب سياسية، وبالتالي يعني تكون المناصب والمكتسبات والأموال تذهب كاستثمارات أو مشاريع للجهات السياسية التي تدعم المحافظات. هذا الأمر يدعونا إلى التفكير الجدي من قبل الجهات المعنية. في تغيير قانون انتخاب مجالس المحافظات ان يكون هناك قانون يتيح للمواطن يتيح لي ويتيح لك استاذ احمد ولاي شخص ان ينتخب المحافظ اليوم انتخابات مجالس المحافظات يعني تشارك فيها الكتل السياسيه وتخرج يعني مجلس المحافظه ومجلس المحافظه نعود مره اخرى كمجلس النواب هو من يختار المحافظ وبالتالي تدخل العمليات المساومة السياسية والتحاصص بين الكتل السياسية في تلك المحافظات لكن لو كان هناك قانون انتخابات أنا أعتقد فيه شيء من العدالة أن يتيح لأبناء كل محافظة أن ينتخبوا مجلس المحافظة والمحافظ أنا أعتقد أن هذا القانون سوف يكون فيه نوعا من العدالة وبالتالي ترشح أبناء المحافظة الشخصيات المهنية والكفؤة والتي تنبثق من رحم تلك المناطق ويعني معاناتها بعيدا عن المتحزبين لكتل سياسية معينة يعني ما حدث اعود واقول ان ما حدث من خطوات هي مهمه جدا لكن نتمنى ان يستمر السيد محمد الشاع السوداني بهذه الخطوات وان لا يكون هناك تاثير للضغوطات السياسيه التي يقينًا سوف تكون موجوده باعتبار ان اي محافظ يتم سحب يده او اقالته سوف تكون هناك تدخلات سياسيه لبعض الجهات وتنظر الى ان هذا الموضوع استهداف لها انا اعتقد انه الامر يحتاج الى شجاعه وصلابه وثبات من قبل الحكومه وايضا يحتاج الى ان الكتل السياسيه نوعا ما يعني طيب تتنازل صحيح. عن أدائها السابق وعن دفاعها عن الفاسدين أينما كانوا طيب أستاذ هادي وجدت رحابي حضرتك نتحدث اليوم عن الخارطة السياسية لبقاء أو تغيير المحافظين والتي إن بدأت لربما لا تنتهي بواحد واثنين وثلاثة ولا ربما يطول العدد واحتمال استمر لحين انتخابات مجالس المحافظات واختيار محافظين جدد طيب هنا لما نتحدث عن عدم الكفاءة التجاوزات والخروقات المالية والإدارية الحكومة متوجهة نحو مكافحة الفساد تقديم خدمة للمواطن طيب اللجنة المختصة بتقييم الأداء يعني جعلت هذه المعايير كلها وبالتالي تقدم تقاريرها ويقيم أداء المحافظ وفق هذه المعايير نعم شكرا جزيلا الأستاذ أحمد شكرا لحضورك المميز وللأخ مؤيد العلي الزميل العزيز أكبر. للجمهور الكريم والوضع في العراق في الواقع ربما يتعافى تدريجيا ولكنه يحتاج المزيد من الوقت وإلى المزيد من الجهد وإلى المزيد من الدعم لحكومة السيد السوداني ألا تنظر القوى السياسية إلى السيد السوداني كما كانت تنظر لرؤساء حكومات سابقين بانهم يجب ان يمثلوا مصالح هذه القوى وان ينفذوا هذه المصالح وان يتغاضوا عن تجاوزات وعن حالات فساد تحدث في هذا المكان او ذاك وايضا التجاوز عن محافظين او مسؤولين لانهم يرتبطون بكتل سياسيه قويه او باحزاب ويمثلون هذه الاحزاب او يجيرون هذه الوزاره او تلك المؤسسه لصالح هذا الحزب واذاك هذا مهم جدا وحيوي واعتقد انه سيساعد كثيرا في تدعيم صلاحيات رئيس الوزراء الذي من الممكن ان يعمل كمحافظ لاي محافظه من كوبا وتعلم انه محافظات الوسط والجنوب هي في الواقع محافظات من كوبا باستثناء محافظتي النجف وكربلاء ومحافظة البصرة التي يعني هذه المحافظات الثلاث تشهد نوعا من النهوض ولكن هذا النهوض ليس مرتبطا أنا برأيي بكفاءة المسؤولين بقدر ما أنه يرتبط بطبيعة الثلاثة مدن الأساسية البصرة والنجف وكربلاء لأنها مدن كربلاء والنجف مدن دينية ويزورها الملايين من السياح سنويا والزائرين الذين يتوافدون لزيارة المراقد المقدسة ولي اداء زياره مقبره وادي السلام في النجف وبالتالي البنى التحتيه كانها ضروره لكي تعيد او تقدم او توفر ربحا للذين يقومون على استثمارها عدا عن ان البصره هي واجهه وميناء ومنها يصدر النفط وتستقبل البضائع و فيها ربما تقام مناسبات ومنها هذه البطوله التي حدثت خليجي 25 والتي وفرت فرصه لاعاده هيكله البنيه التحتيه لهذه المحافظه، اما بقيه محافظات الوسط والجنوب فهي خارج خارطه الزمن والتاريخ ولا تلقى عنايه ومواطنوها للاسف يعانون من ظروف قاسيه وصعبه ومعقده من فقر وبطاله وتهميش ولا تتوفر فيها بنيه تحتيه اساسيه ولا رفاهيه مجتمعيه كمراكز الترفيه ومراكز الابحاث والدراسات وهذا ما نتناول بالملف في الثاني بتفصيل اكثر مع حضرتك ايضا استاذ هادي ولكن استاذ مؤيد نتحدث اليوم عن سحب اليد تحديدا عن محافظ الديوانيه منذ اشهر وفي الرصد الاعلامي هناك الكثير من اللغط يثار حول هذا المنصب وهذا الاداء شعبي سياسي اجتماعي ولكن اليوم عندما تتحقق هذه الاراده الشعبيه على يد رئيس الوزراء هل هذا مؤشر للرضا الشعبي عن هذه الحكومه؟ نعم، اعتقد انه مؤشر ايجابي، اليوم هناك تناغم واضح من قبل حكومه محمد الشرع السوداني مع متطلبات الجماهيريه والشعبيه وما تحتاجه الجماهير، كانت حتى هناك زيارات ميدانيه من قبل رئيس الوزراء الى بعض المناطق والوقوف على احتياجاتهم، هذا امر جيد يعني واعتقد انه مجالس المحافظات تحديدا يعني بعد عام 2019 بعد ان يعني حلت مجالس المحافظات لم تكن هناك رقابه حقيقيه على اداء المحافظين ناهيك عن عدم وجود رقابه حقيقيه لمجلس النواب بسبب الازمه السياسيه الخانقه التي مر بها العراق في تلك الفتره، تظاهرات تشرين، استقاله السيد عادل عبد المهدي، حكومه السيد الكاظمي وما عليها من مؤشرات سلبيه وبعد ذلك الازمه السياسيه التي فرجت نوعا ما بتشكيل حكومه محمد الشيعي السوداني كانوا كانت لا في تلك الفترة لم تكن رقابة حقيقية على عمل المحافظين، فبالتالي هناك العديد من الأموال هدرت، العديد من المشاريع كانت لم لم تنفذ بشكل حقيقي، وبالتالي من حق أبناء تلك المحافظات أن يطالبوا بمحاسبة هؤلاء المقصرين، فبالتالي هذه خطوة مهمة جدا، يعني اليوم عندما نتكلم عن الفساد بصورة عامة، للأسف الفساد أصبح يعني ثقافة في معظم مفاصل الدولة، وهذا يحتاج إلى إرادة يعني سياسية حقيقية، وإلى تفعيل آليات قانونية لهيئة النزاهة والقضاء العراقي وايضا يحتاج الى ان يكون هناك دعم اعلامي وشعبي لهذا الموضوع حتى حكومه محمد الشاع السوداني التي رفعت شعار بانها حكومه خدميه اعتقد لا تستطيع ان توفر الخدمات ولو بنسبه معينه ما لم يتم محاربه الفساد لانه الـ يعني الـ 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 السرطان الكبير الذي يمنع الاعمار وتوفير الخدمات هو الفساد المستشري، ترى ان يكون فساد مالي من خلال سرقه اموال كسرقه القرن وغيرها، وترى ان يكون فساد اداري من خلال وضع شخصيات غير كفوءه في مناصب مهمه، انا اعتقد اعود واقول حتى في قانون مجالس المحافظات مثلا من ضمن الشروط التي تشترط في يعني عضو مجلس المحافظه والمحافظ أن يكون اكمل الدراسه الاعداديه، بصراحه مع احتراماتنا لهذه الشريحه لكن من يمتلك يعني هكذا مستوى من التعليم لا يستطيع ان يدير ملف على مستوى محافظه، هناك تشريع قوانين يعني وفق يعني وفق المساحه الاداريه لتلك المحافظات، هناك يعني كأنما هو يمثل يعني رئيس الوزراء في تلك المحافظه، فبالتالي يحتاج الى يعني كفاءه مهنيه الى بعد يعني اكاديمي ودراسه ذات مستوى عالي كي يستطيع ان يقدم هذه الخدمات، اضافه الى النقطه المهمه الاخرى وان تكون له اراده حقيقيه وان يكون يعني باللهجه الشعبيه يكون قلبه محروق على محافظه يعني الضيف الكريم تفضل في محافظه كربلاء واقع محافظه كربلاء اليوم هي فخر لكل المحافظات عندما تذهب لها حتى ولو بفترات متقاربه تجد ان هناك شيء جديد شارع فتح جديد متنزه جديد استثمارات جديده خدمات حتى في الامطار الاخيره التي معاوضه الديوانيه غرقت يعني راينا ماساه الاطفال الذين يذهبون الى المدارس لكن في كربلاء كانت الامور طبيعيه جدا والشوارع ولا لم تكن هناك انما تكون هناك امطار هذا الامر يحتاج يعني بصراحه نقول يعني يحتاج الى شخص يمتلك الكفاءه والقدره على الاداره وايضا يكون له ضمير وقلبه محروق على محافظته انا حتى يعني تعبير عن... تعبير لطيف استاذ مؤيد ما تقول قلبه محروق على محافظه استاذ هذه هذا حرقان القلب لما يجي هل يجب تعاضد عمل المؤسسات نتحدث عن رئاسات ثلاث مجلس وزراء مجلس نواب مجلس قضاء اعلى وهنا راح نرجع الى موضوعه الديوانيه ومحافظها لما تكون هنالك تهم بالفساد والقضيه بانه ملفات تحقيقيه عن شبهات الفساد يتم النظر فيها امام المحاكم المختصه، هذه المنظومه الكامله قضاء وتنفيذ وتشريع لما تجتمع هل تنتج دورا حيويا في بناء مؤسسات الدوله؟ نعم تنتج ولكن في الواقع العراقي الامر فيه المزيد من الظروف الصعبه والتعقيد لانه يفترض عالما مختلفا حاله الفساد والافساد في العراق كبيرة ومهولة وغالب المسؤولين في الدولة العراقية يركزون على مصالحهم الشخصية في الواقع وبعضهم يشعر باليأس عندما يتولى منصبا ويجد انه لا يستطيع فعل شيء وبالتالي ينزاح الى تحقيق المكاسب ويوفر فرصة ايضا للذين على قرب منه من المسؤولين او اشخاص لهم صلة عائلية به لكي يحققوا تلك المكاسب وتبدأ قضية العقود والاستثمارات والاشغال والفوائد والمنافع المالية عدا عن أنه مسؤول عن توفير ضمانات مكاسب مالية وسياسية للجهات التي تدعمه اشتراط الكفاءة في العراق لم ليس متوفر للأسف نحن في العراق منذ عام 2003 وحتى اللحظة وحتى قبل عام 2003 بالمناسبة العراق مشهور باتباع سياسة حمار الوالي في إدارة الدولة وهذا أمر خطير للغاية أننا نبكي هذا شلون سياسه حمار الوالي؟ <applause> يعني طب هذا موضوع مقال يعني <applause> بس اعطيتك المانشيت انه سك... مات الوالي عزلت الولايه يعني مات حمار الوالي عزلت الولايه لا هو هو المعنى لما يقولون انه لما مات حمار الوالي طلعت المنطقه او المدينه كلها تعزي وتشيع الحمار ولكن لكن مات, مات الوالي, الوالي ما حد ما طلع تشيعه بس انا اقصد حمار الوالي سياسه حمار في اداره الدوله انهم انهم للاسف الشديد لدينا في العراق جهات سياسيه وقوى نافذه لا تعتمد الكفاءات، يعني لاحظ يعني حضرتك لو شويه تركز وانت اكيد مركز والجمهور على قضيه البصره وما جرى فيها من نشاطات رياضيه وكيف انه هنالك ظهرت حالات ابداع عند المواطنين لما اتيحت فرصه تطوع لالاف الشباب والشابات من البصره وهم خريجو جامعات وطلاب جامعات ولديهم ابتكار وابداع اظهروا جمال المدينه وحيويه المدينه ونشاطها وتطلعها الى المستقبل وان المواطن العراقي يمتلك طاقات هائله على مستوى الفكر والثقافه والعلوم التقنيه ايضا. المشكله الان الاحزاب السياسيه في العراق لا حتى اللحظه ومنذ 2003 وحتى اللحظه اقول وهذا ما قد يعيق <applause> يعني نجاح حكومة السيد السوداني الذي لم يحقق شيئاً على الأرض ملموساً بالرغم من أنه أعطى إشارات إيجابية على أنه يريد أن يفعل شيء ولكن في الواقع لم يتغير شيء يعني نحن نتحدث الآن في دائرة الإشارات الإيجابية اللي يكون واضحين السيد <applause> السوداني لم ينجح حتى اللحظة ولا يمكن أن نعطيه شهادة النجاح لأنه يعطي إشارات إيجابية نعم يتطلع إلى تحقيق مكاسب نعم يذهب باتجاهات متعددة نعم زيارة الأخيرة إلى ألمانيا قد تكون واعدة ومبشرة باعتبار أنه سيركز على ملف الكهرباء وسيلتقي برجال أعمال ومستثمرين ألمان وشركات يمكن أن يأتوا إلى بيئة استثمارية واعدة وهي البيئة العراقية التي لم تتوفر على حزمة جيدة من الاستثمارات في السنوات الماضية نتيجة العنف والتدخلات الخارجية وعدم وجود أرضية آمنة لمن يريد أن يستثمر في العراق لكن حتى اللحظة كما قلت أن الدولة العراقية محاطة بقوة فاعلة ومؤثرة تاتي بالذين يوالون تلك القوى المؤثره طيب. وبالتالي لا تشترط فيهم الكفاءه وتشترط فيهم الولاء وهذا الذي يدفعني للقول بان الدوله العراقيه حتى اللحظه تدار بسياسه حمار الوالي مم. وانا اتمنى ان تغادر الدوله العراقيه هذه السياسه ولكن هذا يحتاج الى الو... الى مزيد من الوقت والى مم. ظهور كفاءات وطاقات مم. مجتمعيه تفرض شروطها على طيب. ال... على البيئه السياسيه او على المنظومه السياسيه، مم. المنظومه السياسيه حتى اللحظه هي اقوى من الشعب ومن ال... من ال... يعني يجب ان تكون هنالك نوع من التعادل بين قوه الشعب وقوه السلطه طيب لما تكون هذه الاجراءات محكومه بوقت وتحتاج مزيد من الوقت، استاذ مؤيد نتحدث عن هذه الجزئيه جزئيه الوقت، هل نمتلك الوقت الكافي لهذه التحولات والانتقالات وتغير السياسات ام ان الحكومه اليوم ايضا مطالبه بانجازات باقل وقت ممكن، بالتالي هي ما عندها الوقت الكافي لاعطاء فرص للمحافظين، للوزراء، للدرجات الخاصه وحدد رئيس الوزراء سابقا ثلاث اشهر لمدير عام وغيره وأيضا ست أشهر للوكيل فما فوق بالتالي مسألة الوقت وهذا العامل الحساس والمهم كيف يسهم في الإنجازات أو تغيير السياسات المتبعة في مفاصل الدولة أستاذ أحمد يعني يجب أن نركز ونثبت في نقطة مهمة جدا أنه أوه. التركة ثقيلة جدا يعني على مستوى الفساد الإداري المالي عدم وجود كفاءات في أعلى المناصب المهمة في الدولة وتحديدا الدرجات الخاصة لأنها كانت درجات سياسية ولحد الآن في حكومة محمد الشاعر السوداني لم تبدأ معركة الدرجات الخاصة التي قد يكون فيها الصراع والقتال اكثر من من التصارع على الكابينه يعني الحقائب الوزاريه الموضوع يعني لا نتوقع ان تكون في هذه المده القصيره ولا حتى في مده حكومه محمد الشيعي السوداني ان نلاحظ تغيير كبير جدا على المستوى الاستراتيجي في السياسات سواء كان يعني مفاصل الدوله المهمه او حتى الكتل السياسيه النقطه الاولى انه الاداء الكلاسيكي للكتل السياسيه يجب ان يتغير يجب ان يتوافق مع الاحداث والازمه السياسيه الاخيره التي مر بها البلد يجب ان تدرك هذه الاحزاب انه يوم الفجوه كبيره بينهم وبين ابناء الشعب العراقي وان نسبه المشاركه في الانتخابات السابقه كانت ما يقارب تقريبا 20% وايضا هناك انتخابات، انتخابات مجالس محافظات في نهاية 2023 او بداية 2024، وايضا الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ايضا وعد بها محمد الشيعة السوداني ومجلس النواب والكتل السياسية. نتكلم يعني نتمنى نقول عن في الحد الادنى ان تكون هناك انجازات، صح التركة ثقيلة لكن هذا لا يحكم حكومة محمد الشيعة السوداني من ان تقدم خدمات لابناء الشعب العراقي في على كافه المستويات اعتقد انه الموضوع انه تغيير السياسات وتغيير جذري في الوضع السياسي العراقي يحتاج الى وقت ولا اكثر من دوره يعني حكوميه لكن في نفس الوقت هذا لا يعفي محمد الشيعي السوداني من ان يؤسس لهكذا مرحله ان يعني يكون هناك تنظيف وتطهير حقيقي لمؤسسات الدوله وهذا امر مهم جدا ان لا تكون يعني حكومه محمد الشيعي السوداني هي تبعا للكتل السياسيه بشكل كبير جدا ان يفرض الشخص منهاجه الحكومة وبرنامجه الحكومي وبالتالي يقدم شيئا بسيطا للشعب وللجماهير وأيضا يؤسس إلى مرحلة جديدة في التعاون الحكومي مبني على أساس الاداره او الكفاءه الحقيقيه قد يكون هذا الامر صعب لكنه ليس مستحيلا ان توفرت الاراده السياسيه واستطاعت الكتل السياسيه لا. نوعا ما ان تعطي لنفسها استراحه من من سرقه اموال الشعب العراقي وبالتالي فسح المجال للجماهير ان تتنفس على المستوى المعاشي والخدمي والمعيشي اشكرك شكرا جزيلا استاذ مؤيد العلي عضو مركز الهدف لتحليل السياسي اثريت الحوار في هذا الملف وتتفضل البقاء معي استاذ هادي جل مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفيه نتابع بعد الفاصل مشاهدينا مجددا حياكم الله بهذا الملف وجدت ترحابي بضيف الكريم الاستاذ هادي جلو مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفيه حياك الله استاذ هادي وارحب بضيفي الكريم الكابتن رعد كاظم مدرب كروي حياك الله كابتن رعد ابدا مع حضرتك كابتن رعد نتحدث عن ما عجزت عنه الدبلوماسيه السياسيه وتقارب العلاقات الاجتماعيه بين الدول مر العراق بكثير من التحولات ولكن اليوم الكره كرة القدم تجمع كل هذا الطيف عبر خليجي 25 ونشوف أنه على المستوى الاجتماعي استقبال الوفود التشجيع الروح الرياضية هل نحن أمام تحول اجتماعي نتيجة خليجي 25 بالتأكيد بداية حييك أستاذ أحمد حييك كادر القناة طيب. وأيضا السادة المشاهدين بطولة كأس الخليج 25 بالحقيقة وقبل أن أجيبك على هذا السؤال أولا أود أن أشكر السادة المسؤولين وكل الذين قاموا بإنجاح هذا الحفل الباهر والجميل وشكر خاص إلى أهلنا وناسنا في البصرة وعلى رأسهم الأستاذ أسعد العيدان لما بذلوا من جهود كريمة بكل تأكيد أنه هذا المحفل الكبير اللي ظهر بها العراق رغم كل الظروف التي احاطت بهذا البلد لكنه كما يعلم الجميع بان هذا البلد هو لم ياتي من فراغ وهذا العمل الجبار انا اعتقد انه عمل ليس بالمفاجاه، المفاجاه لربما انه في ظل هذه الظروف اللي مر بها العراق وكان يعني بصراحه اهلا للمسؤوليه بانجاح هذا المحفل الكبير، هذا الحفل الباهر والبطولة من حيث التنظيم، من حيث جماليتها، من حيث جمالية الملعب، وأيضا لعب دور كبير انه الجمهور البصرة البيضاء بصراحة كان له دور كبير بإنجاحه، أهلها الناس الطيبين على المستوى الشعبي عندما استقبل هذه الوفود الكبيرة بهذه الروح الطيبة بهذا الكرم اللي أصبح الكرم بصراحة عنوان كل عراقي يفتخر به. هذه اعطت بظلالها والقت بظلالها على الشارع العربي والشارع خصوصا الخليجي وايضا نالت استحسان اعتقد كل الاعلاميين وخصوصا الاعلاميين البيان سبورتس وهؤلاء الاعلاميين ليسوا بارقامهم صعبه كانت رؤاهم وتصريحاتهم جدا كبيره وعظيمه بحق العراق والعراقيين بحق اهل البصره ايضا رئيس الاتحاد الدولي اشاد بهذه البطوله هذه البطوله وما افرزته هذه البطوله انا اعتقد انه سوف يتجه العراق الى ابعد من بطوله كاس الخليج وخصوصا ما سمعنا من محافظ البصره على انه على استعداد انه وطلب استضافه بطوله اسيا التي ستقام في عام 27 إن دل ذلك على أن ما يدل على أن العراق قادم إلى مرحلة جديدة إن شاء الله تكون مرحلة أكثر عطاء طيب. وأكثر اه حضور نعم على المستوى الخليجي وعلى المستوى العربي والآسيوي وإن شاء الله ينتقل إلى على المستوى العالم إذا الله راد طيب أستاذ هادي يتحدث كابتن رعد عن هذا التقارب الاجتماعي السياسي هنا نتحدث عن النية والرغبة الصادقة لتقوية هذه العلاقات الخليجية عبر دبلوماسية كرة القدم إذا تحدثنا بهكذا مصطلح لربما نحتاج أكثر من النية والرغبة الصادقة لابد من اتخاذ قرارات شجاعة نطوي صفحة الماضي من خلافات من قضايا حدثت بين هذه الدول وكانت هي من أصعب الصفحات وربما أسوأ السنوات الأنظار تتجه للمستقبل بأمل وتفاؤل انطلاقاً من هذا الخليجي كيف تنظر إلى هذه الجزئيات؟ نعم هو كان هناك تأسيس سياسي في الواقع للبطولة تتذكر أن اتحادات كرة القدم في الخليج كانت ترفض إقامة البطولة لأكثر من مرة في العراق وكانت تؤجل ذلك أو يعني توكل الملف إلى دولة خليجية أخرى وحصل هذا مع أكثر من دوله خليجيه نظمت البطوله على حساب البصره ولكن الظروف السياسيه والامنيه الان كانت مواتيه لهذه الموافقه بالرغم من ان العراق بذل جهودا حثيثه لتوفير بيئه علاقات جيده مع رؤساء اتحادات الخليج سواء في الكويت او قطر او السعوديه او الامارات او عمان او البحرين وتفهمت طبيعه الاوضاع والتطورات على الارض و بالتالي كان الفعل السياسي ايضا حاضرا هنالك نيه طبعا ربما تكون هنالك نيه لدى دول الخليج ان تعود الى العراق وكانها تقطع تذكره عوده الى العراق وايضا هذه البطوله ربما ساعدت بشكل او باخر باعاده اكتشاف العراق بالنسبه للدول العربيه كانت تصلها معلومات واخبار وتقارير عن طريق السوشيال ميديا والتلفاز ووكالات الانباء ومصادر سياسيه اخرى في ان العراق غير قادر على تنظيم البطوله وان العراق بلد غير امن وانه يعاني من مشاكل طائفيه وعرقيه وسياسيه وانه بلد لا يمكن ان يكون مستعدا لاحتضان مثل هذه البطولات او ان يعود طبيعيا الى الحاضنه الدوليه والعربيه والخليجيه ولكن العراق وصل الى مرحله من حاله عدم الرضا عن الظروف المحيطه به كدوله وكشعب وانه قادر ويتطلع الى المستقبل بطريقه مختلفه صعود اجيال شابه جديده تنبذ الطائفيه والعنف وتنبذ الماضي الذي كان العراق يعاني فيه خلال السنوات الماضيه وهي تريد ان تتطلع الى المستقبل قابل ذلك ايضا جيل سياسي وجيل ثقافي وجيل رياضي في الخليج ايضا يتطلع الى المستقبل معظم الشبان الذين يشجعون الان في ملاعب الميناء وجذع النخله نعم. معظم الحاضرين والمشجعين من دول الخليج معظم لاعبي كره القدم هم من جيل ما بعد عام 2000 وهذا الجيل كان صغيرا جدا في مرحله الطائفيه ومرحله التنازع السياسي والخلافات العميقه بخصوص ملفات صعبه في اليمن وفي سوريا وفي لبنان والتنازع بين السعوديه وايران و دول في الخليج وطبيعه التطورات التي سادت في المنطقه خلال الفتره الماضيه، وهذا الجيل في العراق او في دول الخليج في الواقع هو جيل متحفز ويتطلع الى المستقبل ولا يعتني كثيرا بالشعارات او بالعبارات التي تدفع باتجاه الصدام نعم. او الاحتكاك على مستوى الثقافه، على مستوى السياسه، على مستوى الدين، على مستوى الرياضه، لذلك نعم. هذا يساعد كثيرا في ان تكون البصره مفتاح لبوابه واسعه لدخول العراق و ربما استثمار ذلك في السياسه، في الاقتصاد، في العلاقات الاجتماعيه، هنالك خليجيون يتجولون الان في المدن العراقيه وكثير منهم الان ياتي الى بغداد ويشعر بالذهول في الواقع عندما يصل الى بغداد بالرغم من عدم رضانا عن بغداد نحن كمواطنون ربما لاننا تعودنا بغداد ولكنهم يكتشفون ان هنالك يعني امس كنت في في الكراده و في احد المكاتب وكنت اتطلع على الشارع وشاهدت مجموعه من الشبان الخليجيين وهم يرتدون الزي العربي واليشماغ الاحمر ويتجولون في الكراده وركنوا سيارتهم على جانب الطريق وبداوا يشترون حاجات من السوق ويفتحون اتصال مباشر عبر الفيديو مع دولتهم وكنت يعني اظن من دوله اعتقد انهم من دوله الكويت عدا عن ذلك في العرصات شاهدت عمانيين ينزلون من احد الفنادق ويتجولون بأريحية وهؤلاء يبعثون إشارات إيجابية لأن العراق بلد صحي بلد أصيل لديه حضارة عريقة ولديه جذور ضاربة في عمق الارض وفي عمق التاريخ نعم. ويرون ان هذه سنة. المناطق مهمه جدا لكي يعود اليها امتداد دول الخليج والعرب لكي يستثمروا في موارد عده سواء كانت موارد مرتبطه بالسياسه او مرتبطه بالاقتصاد نعم. وانا اعتقد انه واحده من البواعث الجيده لمستقبل افضل هو العلاقات الاقتصاديه المتينه عندما ينفتح العرب على العراق نعم. والاكتشاف الذي حصل في البصره كان مهما جدا واعتقد انه بعد ما حصل في البصره فانه لم يعد من عذر نعم. وانا لاحظت انه الحماس لدى الـ الناس الرياضيين والتق... والسياسيين والمثقفين والمشجعين الخلايجة يفوق حتى حماسنا احنا كعراقيين وكأنهم يكتشفون شيئا وكأنهم كانوا مصدومين وكأنهم كانوا يقولون أننا خدعنا في الماضي أننا نكتشف بلدا عظيما وحضارة عظيمة وشعبا عظيما طيب كابتن رعد يعني يتفضل السيد هادي جل مرعي بهذه الاثراءات والمشاهدات هنا نتحدث أيضا عن قضية الدبلوماسية الرياضية كرة القدم مرتبطة برابح وخاسر أو تعادل وضربات جزاء وكل هذه التفاصيل اللي تحدث داخل الملعب، ولكن ما يحدث خارج الملعب لربما هو كان السمة الغالبة في هذه البطولة، بطولة خليجي 25. نتحدث عن العراق أصبح هو الرابح بغض النظر عن النتائج أو الكرات التي تدخل في مرماه. كان خاسرًا أو رابحًا فهو الرابح ما دام أن هنالك تقاربًا. تشجيع الجمهور العراقي لكل الفرق المشاركة. الفرق المشاركه كيف تشجع المنتخب العراقي فبهذه الحاله هل سنصل الى لربما حتى معطيات جديده في كره القدم بالتاكيد يعني دعني اقول بصراحه انه العراق من اليوم الاول من يوم الافتتاح انا اعتقد حقق اهدافه الهدف كان الاسمى من بطوله الخليج هو انه يعطي صورة واضحة وإيجابية ويرد على كل الأفواه والأقلام المأجورة على أنه العراق بلد غير آمن بلد بلد إلى آخره من الأوصاف التي كانت لا تليق بالعراق وبحجم العراق العراق حقق أهدافه بصراحة من يوم الأول عندما ظهر بهذا المظهر الرائع أما قضية أنه موضوع المباريات والفوز والخسارة أنا أعتقد هي ليست في في اجنده لا الاتحاد ولا الساده المسؤولين، لكن مع انه النتائج مهمه بالنسبه لجمهورنا ولاحبانا ولمشجعينا. فبالتاكيد انه هذه ستظهر نتائجها حتى على المستوى الساده المسؤولين خصوصا بالنسبه لاتحادنا والاتحادات الاخرى. بعد ما ايقنوا بانه العراق بلد امن، بلد محب، بلد عاشق، عاشق لاخوته العرب قبل ان ما يصفوه بانه عاشق للفتبول مثلا لكره القدم فقط دائما ما نسمع احنا الان في وسائل الاعلام في الاعلاميين مثلا يقول الشعب البصره مثلا عاشق بهذا الجمهور الكبير، بهذه الحفاوه الكبيره، عاشق للفتبول، عاشق للفتبول انا اقول انه عاشق لاخوته العرب. اولا ومن ثم عاشق للفتبول، بكل تاكيد ما شاهدوه الجمهور الخليجي، ما شاهدوه الساده المسؤولين في الخليج، ما شاهدوه اللاعبين ايضا من عندما شاهدوا ودخلوا على سواء في ارض الملعب او في الشارع انه وجدوا العراق هذا العراق صاحب الحضاره، صاحب التاريخ بصراحه صاحب الكرم انه إلى حضور وانا اعتقد انا بالنسبه لي ككابتن رعد انا عشت حتى في الخليج حوالي لا. عمر يمكن 11 سنه وجدت الشعب العراقي الحضاره العراقيه التقدير العراقي حاضر حقيقه اينما تحل بها اقدامنا. طيب استاذ هادي حضرتك رئيس المركز المرصد العراقي للحريات الصحفيه وطالما رصدت حالات اقصاء واستبعاد وتجاوز على الاعلاميين نتحدث اليوم عن هذا الاعلام الرياضي اللي بدأ بنقل صوره ناصعه للعراق، صوره ناصعه للجمهور العراقي وللكره العراقيه وللامان في ربوع العراق بصوره عامه، ونتحدث ايضا عن التلقي لهذه الرساله الاتصاليه على مستوى دول الخليج وتلقيها على المستوى الشعبي بل وحتى السياسي، كيف نقارن بين هذه الرسائل الاتصاليه اللي بدأت تنطلق من هذا الخليجي. الحدث هو الذي يضغط على وسائل الاعلام لكي تغطي اذا كان الحدث مبهرا لا يمكن لوسائل الاعلام ان تتجنبه لان ذلك يمثل خديعه وعدم وضوح وربما نيه مبطنه من اجل التشويه واثاره مشاكل وفتن امس كان هنالك شيء بث على مواقع التواصل الاجتماعي لسيده كويتيه لا ادري كانت فنانه اعلاميه كانت تقول انها كانت بعض الجهات تعرض عليها اموال لكي تخرج وتتحدث عن العراق بصوره سيئه وتثير مشاكل بين العراق والكويت وكانت تتلقى عروضا باموال طائله معنى ذلك ان هنالك من يحاول ان يدفع باتجاه التازيم ولكن عندما يكون هناك نوع من الفعل الايجابي عالي المسؤوليه كما حصل في البصره من قبل السياسيين والاداريين الفاعلين في اتحاد كره القدم وفي اداره المحافظه وكذلك في قطاعات مختلفه مرتبطه بالنقل والثقافه والتجاره وايضا مرتبطه بالحملات التطوع التي يقوم بها شبان وشابات من مدينه البصره وهم خريجو جامعات وطلاب جامعات و كانوا يمهدون السبيل لأجواء مثالية في المدينة وعدا عن الاستقبال الحافل من قبل الجمهور العام في البصرة ومحافظات عراقية أخرى كان يتوافد على المدينة في علاقته وترحابه بالضيوف سواء كانوا مشجعين أو رياضيين أو إعلاميين من دول الخليج وحتى دول العربية ومن الإعلام العالمي أيضا كان ذلك مدعاة لأن يضغط باتجاه أن يكون الإعلام في حال من عدم الرغبة في تعطيل المسار وبالتالي وسائل الإعلام التي كانت تعمل بنية صادقة وهي وسائل إعلام محلية وأيضا خليجية وعربية ودولية كانت تريد أن تغطي هذا الحدث باعتبار أن هناك وسائل إعلام لا يعنيها الأمر بقدر ما يعنيها أنها تريد أن تغطي حدثا وهنالك وسائل إعلام ربما كانت تبحث عن ثغرات لكي تؤشر حالات سلبية لأسباب سياسية ونوايا مبيته ولكنها أيضا عجزت عن ذلك لأنها أبهرت بهذا الحدث كما يعني على غرار ما كان يقوله اعلاميون خليجيون ومواطنون خليجيون لقد اذهلتمونا بهذا الكرم، لقد اخجلتمونا بهذا الكرم، بل ان بعضهم كان يوجه نداءات الى شيوخ العشائر في البصره لكي يتوقفوا عن ارسال الطعام لانهم لم يعودوا قادرين على تناول المزيد من الطعام، لان الانسان لا يستطيع ان يتعشى لاكثر من مره في الليل والناس في البصره يبعثون بطعام العشاء لاكثر من مره وطعام الغداء لاكثر من مره والافطار لاكثر من مره و يحاولون إرغام ضيوفهم على أن يكونوا ضيوفا في مضايفهم وفي منازلهم إذا الإعلام كان جزء من حال التأكيد على النجاح ولو سألت الآن أو استفتيت الناس وقلت لهم أجيبوا عن السؤال التالي من هو أكرم شعب في العالم ستكون مغالطة كبيرة أن لا يكتبوا العراق يجب أن يكتبوا العراق لأن ذلك واضح سواء كان في الرياضة أو في العلاقة الاجتماعية العادية وحتى في المناسبات الدينيه كثير من دول العالم اكتشفت ما هو نوع الكرم العراقي وانه كرم ليس مصطنعا وانما هو كرم مرتبط بطيبه النفس العراقيه وكذلك مرتبط بحضاره وتاريخ العراق وكذلك مرتبط بالجغرافيا العراقيه والبيئه العراقيه العامه ليست فقط البيئه الانسانيه وانما البيئه الثقافيه وبيئه الـ 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 الارض والمياه والهواء وطبيعه التفكير والايديولوجية السادة في هذا البلد. لذلك وسائل الاعلام كانت جيده في تغطيه الحدث ويعني وسائل الاعلام المحليه والدوليه ولهذا السبب اعتقد ان النجاح سيتضاعف في المرحله المقبله وربما سيتحمس السياسيون في العراق والرياضيون في العراق والمسؤولون في الدوله العراقيه على استضافه المزيد من البطولات وايضا سيتحمس قاده الخليج سياسيون ولانه طبعا الكل يتابع هذه البطوله ويشاهد من على شاشات التلفزه ووسائل الاعلام كيف تمضي الامور في العراق؟ ولذلك سيكون هنالك قرارات سياسيه آه. مختلفه عن السابق غير تقليديه ربما ستصدرها آه. حكومات دول الخليج مرتبطه بتقارير سيرفعها رؤساء اتحادات كره القدم، وانا اعطيك مثال على ذلك انه لما بعض الاخوه في الوفد الكويتي اعترضوا في البدايه عن وجود بعض السوء في التنظيم وانهم تعرضوا الى مضايقات من هنا او هنالك، وجدنا انه الحمله الشعواء لا اسميها شعواء طبعا ولكنها يعني حملة كبرى من إعلاميين وسياسيين ومثقفين كويتيين وبعضهم كان يقول يعني أنتم وكأنكم تريدون أن تظهر الكويت أنها تريد أن تفسد البطولة لأن هناك إجماع على نجاح البطولة وإجماع على كرم العراقيين وإجماع على نجاح العراقيين وحسن استضافتهم والبنية التحتية الأساسية للملاعب وغيرها وبالتالي أنتم مخطئون عندما تتحدثون عندما بمعنى آخر مثل هذا مثل بسيط هذا وأخير أنه لما وصل شاعر إلى مضيف شيخ كريم ومعروف بالكرم وهذا الشيخ حاول أن يختبره فما أعطاه شيء وبقي معه ثلاثة أيام ولم يعطه لا طعام ولا مال ولا شيء خرج هذا الشاعر ومشى في البرية فلاحقه الشيخ على حصانه وهو يعني قد وضع يعني نقابا على وجهه وسأله من أين جئت وأين كنت قال له كنت في مضارب شيخ فلان قال له كيف عاملك شيخ فلان قال كريم ولا يوجد كرم ككرمه وهو مثال في الكرم والاستقبال لا. الحسن قال له انا الشيخ وانا قد اهنتك في مجلسي قال لا لأنه صيتك وصل كل مكان فاذا تحدثت عنك بسوء فلا احد راح يصدقني طيب. لذلك العراق الان اعطى مثال حي على ان الكرم هو اصاله وانه الحسن الاستقبال والاخلاق العاليه هي متجذره في النفس العراقيه وهي ليست مصطنعه، لم يكن العراقيين يمثلون والخليجيون اكتشفوا ذلك وقالوا ذلك بصراحه أن ما يجري في العراق وفي البصره ليست تمثيلا هو جزء من الطبيعه البشريه العراقيه وهذا الكلام راح يقول كاملة نعم خل اقاطعك اذا تسمح لي واذهب الى كابتن قعد كابتن يعني يتحدث سيد هادي جل مرعي وفق نظريه اتصاليه نسميها الطلقه السحريه اللي هي تحدث اثر كبير جدا من حدث بسيط ويبدا ينمو ويكبر وتحدث اثر كبير، هنا نتحدث عن جزئيه لربما ما تناولناها هي المعلق الرياضي. لما نشوف المعلق الرياضي مشدود للفريق العراقي، مشدود للفرق الاخرى، أه يعلق على الكرم واخلاق التعامل والجوانب والتن... التنظيميه لربما اكثر مما يتابع الكره اين ذهبت في المربع الاخضر وينقل هذه التعليقات. وايضا ثيمه اخرى هو استخدام المفردات العراقيه من قبل المعلقين الخليجيين كل هذه الرسائل راح توصل الى الى الاخر بسلاسه وتحدث اثر نتوقع انه هذا الخليجي راح آه يعني النتائج ما بعد الخليجي كيف ستكون طبعا المعلقين عندما تحدثوا كانوا صادقين حتى عندما كانوا يريدون ان يعني يصفون صور معينة اللي شاهدوها وهم شاهدوها يعني ما سمعوها ولا قرأوها في كتاب هم نزلوا إلى الشارع وشافوا الشعب البصري أو الأحرى الشعب العراقي شافوا بهذه الطيبة بهذه الأخلاق بهذا الكرم وأيضا هناك صور كانت ملفتة بصراحة أنا في كل بطولات الخليج العربي لم أشاهد مثلها بصراحة واحدة من عدة الصور في كانت في مباراتنا مع مباراة مع المنتخب السعودي كان الفريق كان الجمهور العراقي حاضر قبل سبع ساعات، كان يشاهد المباراة الأولى تحت زخات المطر وهو مو مو فريقه، وأيضاً حتى اليوم اليوم الفريق العراقي كان الملعب مليان، والمباراة الأخرى اللي جرت بين عمان والسعودية كان أيضاً الملعب مملي، هذا غير حاضر وغير هذه الصورة غير مألوفة بصراحة، فهذه الصور ادت الى انه المعلق العربي او الخليجي وكذلك العربي انه ينبهر بما شاهده، شاهدوها الناس البسطاء، الناس المحبين للرياضه، محبين للطرف الاخر ترجموا هذه الاخلاق وهذه الطباع وترجموا عن حقيقه العراقي بصراحه انه كيف يواجه اخوته، كيف يستقطب اخوته، كيف يحتضن اخوته. فالمعلقين بكل تأكيد كان هذه الصور صور لها أثر أصبحت عتم حتى أنه كما تحدث عن أنه اللهجة العراقية اللهجة العراقية ترى هي محبوبة مو فقط في مثل ما الآن تحدثوا باللهجة العراقية محبوبة أنا واحد من الناس أينما أحل إلى أي بلد يقولون اللهجة مالتكم العراقية لهجة جميلة ورائعة فبكل تأكيد الصور الطيبة الصور التي ظهر بها الشعب العراقي وترجم كل هذه المعاني لها اثر بالغ وكبير سواء على المعلقين على الكتاب على المثقفين سواء بالخليج وكذلك في الوطن العربي وكذلك حضورك معنا الله كان وايضا رائع الكابتن رعد كاظم المدرب الكروي اثريت الحوار في هذا الملف و أشكرك شكرا جزيلا وشكر كثير لحضرتك الأستاذ هادي جل مرعي شكرا رئيس المرصد العراقي لحريات الصحفية أثرية الحوار في الملفين شكرى موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله